الرأي العام البارح طلع من خلال التعريف به عن طريق وسائل الإعلام أنه كان رجل وطني يحب بلده، ولكن الأهم هو أن ناضل بالقلم من أجل حرية هذا البلد من جهة، ومن جهة أخرى تحرير هذا البلد، وكذا ناضل من أجل وحدته الترابية. القليل يعرف أن العربي المساري ناضل من أجل الديمقراطية، الديمقراطية الحقيقية، وكان من رجالات حزب الاستقلال ورجالات الفكر ورجالات الإعلام في هذا البلد.